بس كنت عايزة أعرف إذا الناس سامعاني كويس والصورة كيف؟ طيب تمام، شكرا يا مهند. طيب السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم عليكم جميعا. تصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله، ودعواتنا في الشهر الكريم ده إن شاء الله إنه ربنا يزيح الوباء ويدي الناس كلهم الصحة والعافية. أنا أروى عمر، أخصائي صحة دولية، شغالة في المجال الأكاديمي وشغالة في مجال كتابة البحوث والمشاريع الخاصة بقطاع الصحة العامة. في الأول حابة أشكر سودانيس ريسيرش انيشيتيف على إنهم أدونا البلاتفورم ده على أساس إنه الناس تتناقش وتشارك كل أفكارها. وحابة برضو أشكر المبادرة أو الشركة الجميلة، شركة دار لتنمية القدرات البحثية، على إتاحتها لنا للفرصة دي. طيب زي ما هاخش طوالي، أفتكر الناس بدأت خلاص دخلت صح؟ طيب نبدأ طوالي إن شاء الله. طيب زي ما مكتوب في عنوان اللايف الليلة، إن شاء الله نكون لايف خفيف عليكم كلكم، ما حتكلم كثير، يمكن نص ساعة بس. الليلة اللايف زي ما قلنا استراتيجيات حول التعايش مع الحظر، وحابة أجيب أمثلة من دول أنا شايفة إنها هي قدرت لحد كبير إنها تحتوي وباء الكورونا. والأهداف من اللايف ده إنه نحن دارين نعرف الاستراتيجيات اللي أخذتها الدول دي، وهل هي كانت الاستراتيجيات دي ذاتها هي كانت سبب للنجاح ده؟ كيف هي كانت سبب للنجاح؟ تطبيقها كان كيف؟ وكيف ممكن نحن نستفيد من تجارب الدول دي عندنا نحن في السودان؟ طيب أنا اللي هتكلم عن ثلاثة دول، القصص بتاعت الثلاثة دول دي كويس؟ والسبب اللي خلاني أختار الثلاثة دول دي هي إنه عدد الحالات المسجلة في الدول دي حتى الآن، وعدد الحالات المسجلة، وبرضو الريت بتاع الديزيز بروجريس، أو زي ما بيقولوا إنه المرض عندهم معدل انتشاره عامل كيف، ومعدل الوفيات. ممكن تكون في دول أحسن من الثلاثة دول، يعني لو زول مشى وشاف الأمثلة كثيرة، في دول ممكن تكون فيها معدلات الوفيات 0% يعني، وتجاربها أحسن من الدول دي. لكن اللي خلاني أختار الدول دي لأنه أنا لقيت إنه ممكن تكون فيها حبة تشابه بيننا وبينها. الدول اللي أنا اخترتها الليلة إن شاء الله هي الأردن، تايوان، وسوريا. طيب حنتناقش في إنه الدول دي هي أصلاً أخذت ياتو استراتيجيات في صوت ما واضح. أستاذ السنوسي، طيب يا إخواننا قولوا لي، الآن في زول قال الصوت ما واضح، إذا الصوت ما واضح وروني. تمام ممتاز. طيب الثلاثة دول دي هنتكلم عن الاستراتيجيات اللي هم أخذوها وكيف طبقوها. طيب بسم الله نبدأ. أول حاجة بالأردن،
في اللايف انا حاقول عن كل بلد حدي زي نبذه صغيره عنها، انها هي مساحتها قدر شنو، السكان اللي فيها قدر شنو، كويس. وبرضه حتكلم عن حاليا موقفهم بالنسبه لوباء الكورونا هو شنو، كويس. وبعدها حتكلم عن الاستراتيجيات اللي هم اخذوها. في العموم يا اخواننا، نحن في استراتيجيات معينه، حوالي 4 استراتيجيات او كده، معظم الدول اخذتها عشان تواجه الوباء. والاستراتيجيات دي حتى كانت يمكن منظمه الصحه العالميه هي برضو اللي عملت الناس دايركشن على انه ياخذوها. طيب الاستراتيجيات دي هي شنو؟ اول حاجه عندنا واحده من الاستراتيجيات اللي هي الحظر الشامل، واللي هو ده يتطبق في أكثر من دولة. ولما نقول حظر شامل معناها شنو؟ معناها الدولة في الغالب العام إنها هي بتكفي كل القطاعات ما عدا القطاعات المهمة، اللي هي بتكون زي قطاعات الصحة وقطاعات الطاقة وقطاعات الغذاء، يعني القطاعات اللي لازم الناس بتهمها على أساس إنه هي تقدر تمشي حياتها. الحظر قد يكون 24 ساعة، قد يكون جزئي، يعني في ساعات معينة ممكن الناس تتحرك فيها وهكذا. لازم نفرق يا إخواننا ما بين الحظر وما بين الإجراءات الاحترازية. الإجراءات الاحترازية اللي هي مثلاً زي إنه قفل المدارس، منع التجمعات، منع الأماكن اللي ممكن يحصل بها تجمعات كثيرة زي دور العبادة، زي المطاعم، زي كده، دي إجراءات احترازية. لكن حظر ده معناه إنه الناس معظمها بتكون قاعدة في بيوتها ما عدا من القطاعات المهمة. ثاني حاجة من الاستراتيجيات دي هي الفحص أو المسح العشوائي. والمسح العشوائي ده معناها شنو؟ إنه أو بنقول عليه active case finding أو active surveillance، اللي هو بيتم فيه إنه الصحة العامة أو وزارة الصحة بتحدد إنه هي مثلاً في اليوم عندها عدد عينات معينة لازم تاخذها، على أساس إنه بتكون عينات عشوائية. غالبا ما بيتم تحديد أخذ العينات دي من المناطق اللي في البلد الحاصل فيها الانتشار الأكبر للمرض. ده بيساعد في شنو؟ ده بيساعد في إنه الدولة تقدر تعرف هي أصلا المرض ده حجمه قدر شنو؟ والمرض ده شكله كيف عندهم؟ يعني يا عدد من الحالات، طبعا هسه احنا مثلا ما عارفين احنا قدر شنو من الحالات حقتنا اي سيمتوماتيك، ما عندها أي أعراض. قدر شنو من الحالات مننا هي ممكن تكون اعراضها خفيفه، ما قدر شنو من الحالات هي سيفير. فالمسح النشط بيساعد الدوله في انها هي تقدر تعرف انه الوباء ده شكله كيف عندهم، الفتر حقه عامل كيف. والمعلومه دي مفيده جدا، المعلومه دي على اساسها تيجي حاجات كثيره شديد. المعلومه دي لما تملكها للنظام الصحي، النظام الصحي بيبقى جاهز، بيبقى عارف الاماكن اللي فيها المرض منتشر وين، بيبقى عارف شكل العيانين اللي حيجوبوا هم ممنوع، كويس. بدل ما انه النظام الصحي يبقى كله هو ما عارف اصلا المرض ده انتشاره قدر شنو، وبيحصل انه بسبب انه نحن خايفين من موضوع الكورونا بقينا هسه بنفقد ناس بسبب امراض ثانيه ما لها علاقه بالكورونا. فالمعلومه دي مهم انك تملكها للنظام الصحي، على اساسها بتتبني استراتيجيات كثيره. قلنا الحظر وقلنا المسح العشوائي، عندنا ثاني الحجر والعزل. والحجر بيكون عادة لأشخاص مشتبهين ولكن أصحاء ما عندهم أي أعراض. العزل بيكون لأشخاص مشتبهين ولكن تظهر عليهم أعراض المرض، أو لأشخاص مشخصين إنهم عندهم المرض. والعزل دائما بيكون في منشأة صحية، هيلث فاسيلتي، لأنه شخص عنده أعراض معناه محتاج لرعاية صحية، فعايز بيكون دائما في منشأة صحية. الحجر ممكن يكون في المنزل إذا الشخص عنده الظروف اللي بتخليه يقدر يتحجر في المنزل، أو في منشآت معينة بتحددها الجهات المختصة. طيب الحظر، الحجر والعزل والمسح النشط. ثاني عندنا برضو من الحاجات المهمة اللي هي تتبع المخالطين او الكونتاكت تريسنج، اللي هو احنا معناه شنو؟ انه لو في شخص اتشخص بانه هو بوزيتيف، بنقوم نشوف الناس اللي حوالينه اللي هو عندهم
معاه مخالطة مباشرة، على أساس إنه ديل برضو بيتم فحصهم وبيدوهم إجراءات بتاعة حجر. مش كده وبس، في دول كانت بتمشي أكتر من كده، كانت بتفتش إنه المخالطين للمخالطين، بحيث إنه تقدر تعمل تطوق المرض ده قدر الإمكان. طيب فدي الاستراتيجيات الأربعة. هيا نشوف نحن الدول الأمثلة اللي هسه نحن قلناها دي هم طبقوا شنو وركزوا في شنو. الدولة ممكن تكون طبقت كل الحاجات دي، لكن ممكن تكون ركزت في أشياء معينة. الدول زي ما قلنا لكم، هنبدأ أول حاجة عندنا اللي هي الأردن. الأردن هي ما بلد كبيرة، هي ممكن تكون مساحتها بسيطة، مساحتها حوالي 89,000 كيلو متر مربع، وعدد السكان فيها حوالي 10.5 مليون نسمة. مصنفة على حسب تصنيف الورد بانك إنها هي upper middle income country. الأردن بالنسبة للوضع بتاع الكورونا والحاجة اللي هقولها لكم دي، أنا أخذتها آخر يوم كان يوم 7/5. عدد الحالات الكلي كان لحد يوم 7/5 في الأردن كان 494 حالة. إجمالي عدد حالات الشفاء عندهم 381 حالة. الحالات القيد العلاج عندهم 65 حالة، والحالات الجديدة 21 حالة. عدد الوفيات كلها كان 9 وفيات فقط. طيب الأردن لحد قبل يومين، مدة شوية ثانية صار عندهم مرض، وحنشوف ليه، كانت خالية، ما كان في أي حالة جديدة اتسجلت لمدة 8 أيام. الأردن عملت شنو؟ الأردن اعتمدت أول حاجة في الاستراتيجيات حقتها، ركزت على موضوع الحظر الشامل، وأخذت موضوع الكورونا بصورة جادة جدا. كيف؟ أول ما بدأ الإعلان من WHO، منظمة الصحة العالمية، إنه في وباء، والوباء ده قد ينتشر يكون عالمي، هي طوالي من يوم 26/1، مع إن لسه ما كانت اتسجلت عندها أي حالة، طوالي عملوا لجنة من الأخصائيين في علم الوبائيات، عملوا حاجتين: جهزوا حاله بالنسبة للمستشفيات كويس، والحاجة الثانية برضو بدوا طوالي انهم هم خدتوا بروتوكولات في حاله انه المرض وصلهم حنعمل شنو. الكلام ده يوم 26/1. اول حاله ظهرت في الاردن كان يوم 2/3. فقامت عملت شنو؟ يوم 14/3 طوالي بدات في اجراءات احترازيه. اللي هي شنو الاجراءات الاحترازيه؟ تقريبا نفس الحاجه اللي احنا عملناها، قفلت المدارس، منعت التجمعات، قفلت كل دور العباده، منعت كل الأنشطة الرياضية كويس، وقفلت الحدود والمطارات. وهنا نحن دايرين نعاين برضو للنقطة دي، في حاجة مهمة. الأردن أنا ليه برضو شايفة إنها هي مثال ممكن يكون يعني في تشابه مع السودان. لو عاين الخطة بتاعت الأردن، الأردن هي قاعدة ما بين مناطق فيها مناطق بتاعت حرب، يعني حوالينا في سوريا وفي العراق وفي لبنان، فبالتالي هي حدودها برضو مشكلة كبيرة شديد، لأنه هي كلها دي مناطق نزاع. ممكن الحاجة دي احنا برضو عندنا هنا، يعني احنا حوالينا برضو في جيراننا مناطق نزاع ومناطق حرب، وحتى احنا زادنا في البلد لسه عندنا areas بتاعة conflicts. فبالتالي هم عشان كده اخذوا الموضوع ده بصرامة جديدة جدا، وقفلت كل الحدود وقفلت المطارات. بعد ما قفلوا المطار، قفلوه تقريبا، ادوا فرصة بتاعة يومين دخلوا فيها الناس، ما بين يوم 15 لحد يوم 17. كل الناس اللي دخلوا في الفترة دي ودوهم أماكن مخصصة للحجر. وبالتالي الأردن عملت شنو؟ حجرت أي شخص جاي من بر البلد. وثاني حاجة فرضت حظر شامل. وصفوا الحظر الشامل بتاع الأردن ده بأنه أكثر حظر كان صارم ما بين كل ما بين كل اللوك داونز اللي اتعملت في العالم كله. كويس؟ ليه؟ لأنه عشان الحظر ده يتنفس كانوا لازم يستعينوا بجهات ثانية، وده هنا بيجي بعد ده دور الكولابوريشنز أو التعاون. لأنه الاستراتيجيات دي يا إخواننا بتخطها مثلاً المختصين بالصحة العامة، ولكن لازم يتعاونوا مع قطاعات أخرى في الدولة على أساس إنه هي تتنفس وينجح التنفيذ بتاعها.
الأردن تعاونت مع منو؟ تعاونت مع الجهات النظامية أو القوات النظامية، وتحديدا كان الجيش. الجيش عمل حاجتين مهمات جدا. الجيش أول حاجة ساعد في إنه كل الناس اللي دخلوا في الفترة اللي فتحوا فيها المطار، ساعد في نقلهم لأماكن الحجر المخصصة لهم. كانت مسؤولية الجيش وحراسته وتوفير كل الحياة الملزمة. الحاجة الثانية اللي برضه عمل الجيش، لأنه هو جهة بتاعت إنفاذ قانون، تأكد إنه الحصر يتنفذ بنسبة 100%. أول 4 أيام الأردن كانت عاملة الحظر شامل، يعني 24 ساعة. لقيت إنه الموضوع ده الناس لقت صعوبة في إنها تاخد احتياجاتها الأساسية. فتحوا القصة عملوها من 10 ل 6، ولكن ما بيسمح لأي مركبات خاصة إنها تتحرك. الحركة بس للمركبات بتاعت الجهات الصحية أو للقطاعات الأساسية، زي ما قلنا قطاعات الطاقة والتغذية وكده. فبالتالي الأردن عمل شنو؟ حظر شامل، حجر لكل الناس الجايين من مناطق فيها المرض منتشر، عزلت كل الأحياء والمحافظات اللي حصل فيها اللي لقيت إنه فيها تردد الحالات عالي، عزلتها ومنعت أي تحرك ما بين المحافظات حقت البلد. بالتالي الأردن كان تركيزها. ليه الأردن أخذت موضوع الحظر ده بطريقة جادة وخلته إنه هو يكون صارم كده؟ لأنه دي طبيعة الشعوب العربية. ممكن نحن نكون برضو دي في حاجة إنه نحن نكون شبيهين بها، إنه نحن طبيعتنا الثقافية والاجتماعية إننا مترابطين والأسر كبيرة و و و فبالتالي إذا الحاجة دي كانت اتخلت للناس براهم، يمكن ما كانت الحاجة دي تتنفس بطريقة صارمة. عشان كده كان لابد من إنفاذ القانون بالطريقة دي. حصل شنو بعد ذاك في موضوع الأردن؟ أنا بالمناسبة هاخد أسئلة من الناس بعد ما نخلص إن شاء الله، هاخد أسئلة من الناس عشان نتناقش ذاته في إنه نحن نستفيد شنو من اللايف ده ذاته. حصل شنو بعد كده في الأردن؟ بعد ما حست إنه الوضع استقر وبقوا هم قادرين زي ما بيقولوا flattening the curve، خلاص المنحنى بتاع الوباء بقى بالنسبة لهم عدد الحالات اللي شفيت أكتر بكثير شديد من عدد الحالات اللي قادرة تدخل تاني في السيستم. بدوا يعملوا شوية يفكوا الحظر شوية شوية، لأنه برضو يا إخواننا الحظر ده عنده يعني جوانب تانية بتاعت اقتصادية قاسية على الناس، فكان ما كانوا حيقدروا يعني يستمروا فيه لمدة طويلة شديد. فيوم 30/4 بدوا شوية يفكوا موضوع الحظر، ولكن خلوا الإجراءات الاحترازية بتاعتهم، منعوا التجمعات في المدارس، منعوا الجامعات اللي لسه مقفله، المدارس، مناطق الرياضه، كل دور العباده سواء مساجد او كنائس، والاحتفالات برضه سيرمونيز كلها اتمنعت، وفضل الحظر لحد الساعه 6 مساء. ويوم 5/5 الحكومه اصدرت قرار انه ارتداء الكمامات واجب على كل الناس، واي شخص ما يرتدي كمامه حيعتبر انه حيغرموه عديل. فبالتالي ده نموذج الاردن اعتمدت على شنو؟ على انها هي عملت حظر شامل صارم. الحاجه الثانيه الاكتيف سيرفيلانس كانت حسب الويب سايت حقهم هم ذاتهم بتاع الوزاره، كانوا بيعملوا ما بين 4 ل 5000 عين عشوائيه في اليوم. الحاجة الثانية إنهم أي شخص جاي من برا البلد عملوا له حجر. ده النموذج أشوف تاني إحنا ممكن نستفيد منه شنو؟ نمشي للنموذج اللي بعده ونجي نشوف إحنا كل الحاجات دي هنستفيد منها في شنو ممكن نقدر. النموذج الثاني كنت أتكلم عنه هو تايوان. تايوان يمكن هي برضو ما كبيرة شديد، برضو تعتبر الأريا بتاعتها حوالي 36,000 كيلومتر، عدد السكان فيها حوالي 23 مليون نسمة أو 24 مليون نسمة تقريبا. كويس. طيب تايوان ليه جبت النموذج بتاع تايوان؟ تايوان يمكن لجزء كبير من الناس معروف إنه هي ما معترف بها كدولة من جهات كثيرة، من دول كثيرة، ومن وحتى من منظمة الصحة العالمية. ليه؟ لأنه لأسباب
أسباب سياسية، فبالتالي تايوان كانت مفترض أنها تواجه الوباء ده بنفسها، هي ما تلقت أي مساعدات من أي دول تانية، كان لازم تستخدم موارده وهي تواجه الـ 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 الوباء ده. طيب تايوان موقفها شنو؟ موقفها لحد الآن هي عندها 440 حالة مسجلة، تماثل الشفاء منها 355 حالة وستة منها بس اللي توفت، ولحد لها زي تقريبا 17 يوم ما في أي لوكال كيس ظهر. عملت شنو تايوان؟ اعتمدت في الاستراتيجيات حقتها على الكرنتين الحجر، على تتبع المخالطين، وعلى ارتداء الماسكات. تايوان كان عندها درس قبل كده اتعلمت منه كثير اللي هو السارس. السارس لما جه في تايوان حصد منهم ارواح كثيره شديد، وبعد انتهت قصه السارس دي هم زي ما بيقولوا وقفوا كده في الهيلث سيستم بتاعهم، في النظام الصحي حقهم، وعملوا فيه تغييرات كثيره. فلما القصه دي ظهرت، وهم طبعا بحكم انهم قريبين شديد من الصين وبينهم وبين الصين في علاقات قويه وداخل يعني دائما طلوع ودخول من تايوان ما بين الصين وتايوان كبير شديد، فهم من اول ما ظهرت القصه في ووهان من يوم 5/1 اي زول خش من ووهان خدوه في حجر وتابعوه، واي شخص ظهرت عليه اعراض طوالي بدوا ودوه لمراكز عزل وبدوا يعالجوا فيه. من يوم 26/1 تايوان وقفت كل السفريات من وإلى الصين. بعد ذاك بدأت في تنفيذ الاستراتيجيات حقتها. أي شخص ظهرت عليه أعراض طوالي عزلوه، تتبعوا المخالطين، حجروهم، وكانوا جادين جدا في الحاجات دي. طيب بعد ذاك كان عندهم الاستراتيجية اللي بعدها إنهم هم ألزموا الناس كلها بأنهم يلبسوا كمامات أو فيس ماسك، وحقيقة الشعب من نفسه هو ذاته، لأنه برضو الشعب كان يتعلم من الدرس بتاع سارس، فقاموا بدل طوالي هم برضو يلبسوا في الماسكات. طيب عشان ينفذوا الاستراتيجيات دي يتعاونوا مع اللي هو زي ما قلنا انت بتخط الاستراتيجيه وبعدها بتيجي تشوف انه مين محتاج تتعاون معاه عشان انك انت تنفذ الاستراتيجيه. تعاونوا مع برضه القوات النظاميه وتعاونوا مع جهات التصدير. عملوا حاجتين. اول حاجه عشان ننفذ موضوع الماسكات ده وقفوا التصدير بتاع الماسكات. هم كانوا من اكبر الجهات بالمناسبه اللي بتصدر ماسكات. الحاجه الثانيه وقفوا برضو تصدير المعقمات والمطهرات، وبدوا طوالي يتعاونوا مع الجيش. الجيش ساعد المصنعين بتاعين الماسكات في انه يزيدوا البرودكشن بتاعهم، يزيدوا الانتاج حقهم، لدرجه انهم وصلوا لانهم هم كانوا بينتجوا حوالي 13 مليون ماسك في اليوم. وطبعا ده انتاج كبير شديد. خدتوا بروتوكولز معينه لانه الناس كيف تصرف الماسكات دي، طبعا لانه في سيستم بتاع هيلث انشورنس و و و، فكان الناس عندها ايام معينه بتيجي تصرف فيها الماسكات حقتها. وكان واي زول الكوتا للناس الصغار كانت محدده، للناس الاعمار الكبيره محدده، للناس الاطفال كانت محدده. فبالتالي القصه كان نظموها جدا. وبعد كده برضو الجيش ساعدهم في شنو؟ ساعدهم في انه هم برضو لقوا انه هم براهم، هم لازم يواجهوا الموضوع ده براهم، ما في زول حيساعدهم. بدوا هم برضو لوكالي يبدوا يصنعوا اللبسات اللي هي بيستعملوها الاطباء، البروتكتيف جاونز دي كلها من نفسهم، على اساس انه برضو لو حصل انه القصه دي بقت كبيره شديد يكونوا هم مستعدين لها. افتكر احنا برضو في السودان عندنا نموذج بتاع لوكالي ميد بروتكتيف جاونز وكده، فممكن نكون برضو ما بعيدين شديد من الحته. طيب الحاجه اللي عايز اقولها انه تايوان ما عملت لوك داون، يعني ما عملت ماسف لوك داون زي اللي عملوه باقي الدول، الحجر اللي هو 24 ساعه وكده، حظر 24 ساعه وكده، لا.
هي اعتمدت أكثر على إنها هي عملت إجراءات احترازية، وقفت المدارس، وقفت التجمعات وكده، وألزمت الناس بلبس الماسكات، وألزمت الناس بالفيزيكال ديستانسينج، التباعد الجسدي. اللي خلى تجربة تايوان تنجح إنه استراتيجيات اللي هي الاستراتيجيات اللي هي عملتها، الاستراتيجيات بتاعت إنها كانت بتتبع المخالطين، وإنها كانت فرضت موضوع لبس الماسكات والفيزيكال ديستانسينج والحجر لكل الناس الجايين من برا البلد، زائد الاستراتيجيات دي وزائد المساعدات القطاعات الثانية اللي على أساس إنها هي تتنفس، الشعب كان عنده دور كبير شديد في الحاجة. الشعب كان ملتزم تماما بكل الحاجات اللي تقول له الحكومه، البسوا ماسكات، البسوا ماسكات، التزموا بالتباعد الجسدي، التزموا، ابتعدوا من اماكن التجمع، ابتعدوا، زي ما قلنا لانه هم كان عندهم تجربه مع كورونا فيروس قديم اللي هو السايرس، فعشان كده كان التزام الشعب، يعني زي ما بيقولوا هسه نار الضلع، فالشعب هو كان التزامه ده كان من اكبر المقومات في نجاح تجربه تايوان. طيب نمشي للتجربة اللي بعدها، وعلى فكرة تايوان بعد ذاك هسه بدأت شوية، حتى الـ هي الإجراءات الاحترازية بدأت تفيق فيها شوية، بدأت الحياة ترجع أكثر وأكثر طبيعية. كمان شنو؟ عملت شيبينج ل 17 مليون ماسك لأمريكا ولأوروبا ولليابان ولبعض الدول، يعني هي غطت نفسها كفت، وبدأت كمان تساعد في ناس تانيين، حتى لو ممكن تفتشوها في هاشتاج اسمه تايوان كان هيلب، فهم بدوا كمان يساعدوا باقي الناس بعد ما قدروا يعملوا كونتينمنت للديزيز عندهم. نجي لآخر مثال عندنا، واللي هي الدولة اللي ممكن تكون أكثر دولة بتشبهنا شديد من الدول دي، اللي هي إثيوبيا. إثيوبيا يمكن بتشبهنا كثير لأنه هي شكل البلد، وحتى هي ممكن تكون يعني فيها عندها تشالنجز اكثر مننا نحن ذاتنا. اثيوبيا مساحتها تقريبا مليون كيلومتر مربع، عدد السكان فيها 109 مليون نسمه. هي لو انكم كانتري حسب الكلاسيفيكيشن بتاع الدبليو اتش او، لكن هي تعتبر انه الايكونومي بتاعها من الفاستست جروينج ايكونوميز، يعني ماشي بطريقه ممتازه شديد. اثيوبيا هسه حاليا الكورونا سيتويشن حقها انه فيها 194 كونفيرمد كيس، زي ما قلت لكم انا دي كلها اخذتها اخر يوم يوم 7/5، طبعا بتكون زادت انتشارهم شويه، لكن حتى الزياده حقتهم بالمناسبه يعني البروجرس بتاع الديزيز حقهم ما ماشي بطريقه زي ما عندنا المتتاليه اللي عندنا هسه حاصل، بالعكس ماشي بطريقه انه محافظين على انه عدد الداخل من الحالات الجديده ما يفوت ابدا عدد الناس اللي حصل لهم ريكفري. وهم عندهم 194 حاله، 95 منهم تماثلت للشفاء واربعه وفيات. طيب اثيوبيا اعتمدت على شنو؟ ركزت اكثر حاجه اثيوبيا في الحته بتاعت الكونتاكت تريسنج او تتبع المخالطين والمسح النشط برضه. لانه هسه شايف في اسئله ناس انه احنا بنقدر نعمل مسح نشط، حنشوف نقدر ولا ما نقدر، لكن اثيوبيا عملت مسح نشط. بالمناسبه لما نحن نقول انه تتبع المخالطين او المسح النشط، ما عايزين نقول مثلا ما دارين تكنولوجيا رهيبه، زي مثلا لو جينا اخذنا مثال الصين كان في تكنولوجيا رهيبه شغالين بها، في ساوث كوريا برضه كان في تكنولوجيز رهيبه. الناس رجعت لاساسيات الصحه العامه ولاساسيات الوبائيات. تتبع المخالطين عادي بالتليفونات دور تو دور، باب للباب. المسح النشط برضو دور تو دور، يعني بتمشي عديد الاماكن اللي هي كان فيها اكثر عدد بتاع حالات وتعمل فيها مسح نشط، عشان انك انت تعرف انه بالضبط المرض ده هو وضعه شنو عندي في البلد، الديزيز سيتويشن هو شنو. فكانت بتعمل في اليوم 40,000 عينه، والبلد كلها بمساحتها دي كلها كان فيها 20 لاب في البلد كلها في اثيوبيا. فهي كانت استراتيجيات زي ما قلنا تتبع المخالطين والعينات، وهي ذاتها
لما بدأت القصة دي تحصل، هم بدوا ياخذوا إجراءات احترازية سريعا. أول حالة أعلنت في أثيوبيا كانت أعلنت يوم 13/3، نفس اليوم اللي أعلنت فيه أول حالة في السودان. يوم 16/3 طوالي كل أماكن التجمعات دخلت، المدارس، الجامعات، أماكن الرياضة، كل الأماكن فيها تجمعات دخلت. إثيوبيان إيرلاينز، واللي هو ده أهم من أهم الخطوط يعني أفتكر في أفريقيا حاليا، وقفت رحلاتها يوم 20/3 ل 30 دولة، وزادتهم تاني ل 80 دولة يوم 29/3. طيب بعد ذاك بدوا يعانوا، شنو بدوا يشوفوا؟ كل ما يحصل ريبورتنج للكيس بدوا يشوفوا انه الاماكن اللي بيحصل فيها ريبورتنج للكيس هي شنو. لو عاينا لاثيوبيا في الريبورت اليومي بتاع الدبليو اتش او بتاع الكورونا، هنلقى انه اثيوبيا بيقولوا عليها كلستر اوف كيسز، معناها شنو؟ معناها الحالات بتكون عاده متجمعه في اماكن معينه، فالاماكن المعينه اللي حاصل فيها تجمع الحالات دي هي الاماكن اللي قاموا عملوا لها اللوك داون او الحظر فيها، منعوا برضو التنقل ما بين المحافظات المختلفة. طيب أثيوبيا مع تتبع المخالطين ومع أخذ العينات العشوائية عندها حاجة جميلة جدا عملتها، اللي هو اللي بنقول عليه المالتي سيكتورال ابروش، اللي هو التضامن ما بين كل القطاعات المختلفة، قطاعات الصحة، قطاعات الرعاية الاجتماعية، قطاعات التغذية. عملوا شنو؟ أول حاجة هم طوالي بدوا لما عرفوا إنه خلاص الحياة دي جاية وكده، بدوا يطلعوا فندس معينة. أول فند طلعوه كان لقطاع الصحة، حوالي 430 مليون دولار طلعوا على قطاع الصحة، قالوا إنه أسوأ سيناريو ممكن يحصل إننا نصل ل 100 ألف حالة. فبالتالي قاموا جهزوا في المناطق اللي هي الأربع أرياس، في المناطق المدن الكبيرة، جهزوا مستشفيات تصل سعتها ل 1000 سرير. جو تاني برضو عارفين إنهم هم عشان يقدروا يعملوا ينفذوا استراتيجية الحظر الشامل لازم يحطوا في بالهم برضو إنهم محتاجين للتضامن مع الجيش ساعدهم في إنه ينفذوا الحظر في الأماكن اللي كان فيها الحالات مسجلة. والحاجة الثانية برضو عارفين إنه موضوع الحظر ده بالنسبة للمجتمع، مجتمع هو مجتمع يعتبر في دولة ديفلوبينج فيها كمية من الناس الممكن أو الفئات الضعيفة أو البنربل جروبس، قاموا عملوا شنو؟ طلعوا 635 مليون دولار من الفند بتاعهم ده، وجهوها ل 15 مليون شخص، هم ديل اعتبروهم فئات مستضعفة أو vulnerable groups. و الفند ده بس عشان يحصل فود ديستريبيوشن للناس دي، هم عشان يضمنوا ان الناس تقعد في بيوتها ادوهم الحاجات الاساسيه. ما وقفوا هنا بس، وبس مشوا ابعد من كده كمان، مشوا جابوا 293 مليون دولار عشان يعملوا بيها سبورت، يدعموا بيها القطاع الزراعي الاجريكلتشر والقطاع بتاع الغذاء، على اساس انه يكونوا يضمنوا انه القطاعين دول يكونوا شغالات، وفي نفس الوقت يضمنوا انه الاحتياجات الاساسيه بتاعت المواطنين تكون. فبالتالي دي الاستراتيجيات اللي اخذتها اثيوبيا، انها هي اعتمدت على المالتي سيكتورال ابروتش، اتفقوا كلهم مع بعض على انه لا نحن ما بس هنركز في القطاع بتاع الصحه، نحن لازم نتاكد انه كل الفئات الضعيفه اللي هي حتضطر تطلع عشان تطلع عشان تقدر تعيش وكده، نوفر لها احتياجات الاساسيه، دعم قطاعات الغذاء، دعم قطاعات الزراعه، عمل تتبع كويس للحالات المخالطين، وفي نفس الوقت العينات العشوائيه اللي هي زي ما قلنا كانت بتصل ل 4000 عينه عشوائيه في اليوم. طيب دي الثلاثة أمثلة اللي أنا حبيت أذكرها، وحابة في نهاية اللايف ده بس أقول ثلاثة رسائل مهمة لثلاثة فئات. طيب الرسالة الأولى أنا حابة أوجهها للمختصين بوضع استراتيجيات الصحة العامة أو Public Health Strategies. إحنا عارفين تماماً إنه الناس هسه في وزارة الصحة في استنفار تام، وانا شفت ان الناس دي قدر شنو هي تعبانه وشغاله،
بالرغم من انه الموارد يعني شحيحة شديد وبسيطة شديد، لكن هم قدر ما يقدروا قاعدين يعملوا. لكن احنا برضو المفروض نكون عندنا نوجه استراتيجياتنا بطريقة مدروسة. يعني مبدئيا كده احنا لازم نستفيد من تجارب الدول دي. لسه على فكرة ممكن نحاول ننقذ الوضع. فمبدئيا كده احنا اول حاجة لازم نعرف هو الوباء وين متركز، يعني وين الاماكن اللي بيقول عليها ريد زون، الاماكن الظاهر الينا فيها انه او الاحياء او الولايات او الولايه، خلوها ولايه ظاهره ممكن تكون بالنسبه لنا، لكن حتى في الولايه الواحده دي شنو المحليات، شنو الادمنستريتيف يونت، الوحدات الاداريه اللي ممكن نقول انها هي دي مناطق الوباء فيها منتشر شديد. لازم نعرفها، وانا افتكر هي معروفه بالنسبه لهم بتكون في الخرطه بتاعت توزيع الحالات. وفي عشان لو قلت لا، لو قلت نعمل اكتيف كيس فاني، لو قلنا نعمل بس مسح نشط ساكت كده ما حنقدر، لانه انا عارفه ان احنا مواردنا محدوده. لكن ممكن مثلا نوجه المسح النشط ده له اولويات. المسح النشط مثلا يكون في المناطق اللي هي فيها فعلا ظاهر انه فيها الحالات كثيره شديد، وممكن يكون في فيري بيزك مثلا الاكتيف كيس فايندينج ده، بس بانه نحن نصل الناس ديل، او بانه نعمل كوميونتي سنترز نقدر نلاقي فيها الناس ويجونا نكون قريبين منهم على اساس انه نقدر نشوف الحالات دي. الراندوم تيستينج ده مهم يا اخوانا، لانه بيساعدنا نحن ذاتنا في انه نقدر نعرف زي ما قلت قبل المرض ده شكله كيف عندنا في السودان. احنا قدر شنو عندنا حالات ما بتظهر اعراض، قدر شنو عندنا حالات طفيفه او مال، قدر شنو عندنا حالات كبير. وعشان انا املك المعلومه دي للنظام الصحي مهم جدا انه املك المعلومه دي عشان اعرف الديموغرافيكس بتاعت الناس حقتي عامله كيف. الحاجه الثانيه التتبع المخالطين، مهم جدا 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 انه يكون تتبع المخالطين ده ماشي باستراتيجيه واضحه، لانه تتبع المخالطين ده هو اكثر حاجه بتخليني انا اقدر احاوط المرض، واقدر يعني بدل ما المخالط ده لو انا وصلته من بدري، بدل ما يمشي حيمشي عادي لي مثلا 5 ولا 6، لو انا وصلت له بدري ممكن يقلل لي عدد الناس اللي حيصلوا. وبكده كده احنا كل ما نقلل الدائره كل ما بنقلل الحالات وانتشار المرض. طيب الرسالة الثانية أنا حابة أوجهها للقطاعات الثانية في الدولة غير قطاع الصحة، واللي هي القطاعات اللي لازم قطاع الصحة يخش معاه في شراكات عشان يقدر ينفذ استراتيجياته. يعني مثلا عشان نقدر إذا استفدنا من الأمثلة اللي إحنا قلناها، أمثلة تايوان وأمثلة الأردن وكده، القطاعات مثلا إذا أخذنا القطاع القطاعات الأمنية، كانت مهمة جدا جدا في إنها هي تنجح الحظر. ليه؟ لأنه هي القوات النظامية دي هي اللي بتعمل لو انفورسمنت، هي بتنفذ القانون، فبالتالي لازم تكون في شراكة واضحة بينها وبين القطاع الصحي على أساس إنه تقدر الاستراتيجيات دي تنجح. مش كده وبس، زي ما شفنا في مثال تايوان القوات النظامية كمان ساعدت في إنه ساعدت في انتاج الماسكات وساعدت في انتاج اللبسات الوقائيه. والحاجه دي مناسبه حاصله عندنا في السودان، لانه حصل انه القطاع النظامي عنده شركات وعنده حاجات برضه، وكان اشتركوا بانه هم صنعوا اجهزه بتاعه التنفس، فبالتالي الشراكه دي حتفيد الناس جدا جدا. طيب من القطاعات المهمة برضو لازم الوزارة برضو القطاع الصحي لازم تكون معاها في شراكة، اللي هي المنظمات المجتمع ومنظمات وزارة الصحة، وزارة الرعاية الاجتماعية، المنظمات الدولية، دي كلها يا اخواننا مهمة، لأنها هي بتضمن لنا إنه نعرف من الفئات المستضعفة على أساس إنه نوفر لها احتياجاتها، ونقدر لما نوفر لها احتياجاتها دي هي بالتالي حتقدر تقعد وحتقدر تلتزم بالحظر. ما في زول عايز يطلع عشان مثلا ساكت اوت اوف ذا بلو، اكيد الناس لما طلعت عشان هي بتفتش على رزقها وعلى كده. فلو القطاعات دي كلها، لانه انا عارفه في جهود كثيره حاصله، في منظمات مجتمع كثيره، الشباب السوداني ده كله بيحاول يجاهد انه هو يصل للفئات المستضعفه ويساعدها. يبقى لما في كذا
بارتنر يكون شغال في الحاجه دي، منظمات دوليه، منظمات القطاع، منظمات المجتمع، وزاره الرعايه الاجتماعيه، كل القطاعات دي شغاله مع بعض. اذا القطاعات دي كلها حصل لها كوردينيشن مع بعض، وده طبعا دي اصعب حاجه لما يكون في كذا جهه شغاله بنفس الشيء. لما يحصل لها كوردينيشن كلها مع بعض، بالتالي بنصل لنتيجه احسن واشمل. فلازم الناس دي كلها تقعد مع بعض وتوحد الجهد حقها. الرساله الثالثه لمجتمعنا والمجتمع السوداني. فعلا الكلام كثير في انه اقعد في البيت وخليك في البيت والناس طبعا اكيد هي ما حتكون دايره تطلع ساكت، لكن كل ما نحن، واكيد اكيد الحظر ده اثر علينا كلنا، اثر علينا اقتصاديا، واثر علينا اجتماعيا، واثر علينا نفسيا. كويس، احنا كلنا متفقين في النقطه دي، ولكن كل ما نحن التزمنا، ويمكن هسه دوب هسه اخر ايام بدأ الالتزام يحصل، كل ما نحن التزمنا ونفذنا الاستراتيجيات اللي بتقول لنا الدوله والبروتوكولات اللي ماشيين على البروتوكولات اللي بتقول الدوله، كل ما احنا حنقعد اقل بالمناسبه، حنرجع لحياتنا اسرع. بالتالي الالتزام ده ما بس عشان كده، الالتزام ده عشان احنا زادنا نقدر نرجع بسرعه لحياتنا الطبيعيه. واتمنى انه يعني يكون الكلام كان مفيد للناس، قد يكون وإنه يكون فتح يعني عيون الناس لحاجات ثانية. حابة أشوف مشاركاتكم واقتراحاتكم، يعني حتى لو هسه ما رديت لسه اللايف حيكون قاعد، يعني الناس ممكن تشارك دائما مع بعض، فلو دول عنده سؤال ممكن الناس تسأل. شكرا لكم. نفيسة كلامك صح فعلا. هو انا ما شايفه انه هو ما ممكن، هو بس عايز يحصل ريسورس مانجمنت، يعني الريسورس يحصل لها مانجمنت اكتر. الحاجه دي بتجي لو حصل تنظيم فعلا، لانه نقدر نعمل برايتورايزيشن للقصه بتاعت القصه بتاعت المسح دي. فلو احنا فعلا شفنا ياتو أماكن هي المرض فيها ظاهر بطريقة واضحة، وحصرنا عدد الحالات اللي فيها، حصرنا عدد المخالطين، صدقيني حيكون إفكتيف. طيب، اللوك داون فعلا فعال في أفريقيا؟ طبعا يا مهند، ده سؤال يعني زي ما نقول سؤال الموسم. اللوك داون للأسف في أفريقيا ممكن يكون أثره ما كبير شديد زي في البلدان الثانية، وده بالنسبة لأسباب اقتصادية. في دول زي هسه إثيوبيا مثلا، لأن هي ما عملت ماسيف لوك داون، عملت لوك داون بس في الأماكن اللي كان فيها واضح إنه فيها كلستر بتاعت كيسز، فكان بالنسبة لهم فعال. لكن في الدول اللي كان فعلا فيها مشاكل اقتصادية، ما قدرت تنفذه كثير، لأنه الناس دارت تطلع عشان تطلع رزقها يعني. كويس، سعر المستشفيات المقفولة، والله سعر أنا ذاتي ما قادرة أعرف أحصل المستشفيات المقفولة. يمكن كان في لايف دكتور مهند ذاته كان عنده لايف قبل كده عن إنه النظام الصحي أو المستشفيات تحديدا مفترض تعمل شنو، مفترض إنه كيف يحصل لها تنظيم، لكن أنا ذاتي ما عارفة المستشفيات مشكلة شو. المستشفيات طبعا فيها مشكلة بتاعت في شورتج بتاع اكويبمنتس، في شورتج بتاع كادر، نكون صريحين، فدي كلها مشكلات حاصلة ممكن تخلي انه النظام الصحي ينهار لو ما حصل لها علاج بسرعة. ملاز
الاجراءات المتبعه في السودان. طيب يا مناس، انا لحد ما كنت انفولف مع الوزاره، يمكن انا سبت هسه الوزاره لي تقريبا شهر، تحاير نفسي على ذاتي. لحد ما سبت الوزاره كان السرياات المتبعه كان في تتبع كويس للحالتين، وكان في التستين كان بيتعمل بس للسسبكتد كيسز، بالنسبه لانه كانت العدد اللابات زاد كان ما كثير، لكن هسه سمعتوا انه عدد اللابات زاد. فعشان كده هسه برضو يعني على فكره لما نسمع على عدد الحالات زاد في السودان هي اي حاجه مخيفه، لكن برضو ما مخيفه شديد، لانه كده معناها انه نحن قادرين نعمل تيستينج اكثر وقادرين نقدر نعرف اتليست انه المرض حجمه قدر شنو. فهسه عدد اللابات زاد، وافتكر هم ماشيين في حته انه برضه يزيدوا ويزيدوا لسه عدد اللابات. في بقى اعتقد مع ستاك في معمل ثاني برضه في النيل، انا اعتقد الجزيره برضه بقى فيها لاب. فالاجراءات المتبعه هسه في السودان يعني هو انه حاصل تتبع للمخالطين، وطبعا اللوك داون اللي هو نحن هسه فيه ده. بس محمد بشير مفتي. طيب يا دكتور، انا المفروض اسالك سؤال تاني، لكن افتكر الاستراتيجيات اللي هسه نحن شايفينها انه هو اللوك داون زي ما كنت بتكلم هسه بقول لي ملاس، والتتبع بتاع المخالطين والتستنج طبعا، لكن التستنج ما ماسك تستنج، التستنج بس للسسبكتد كيسز زي ما احنا عارفين، واللي هي الحالات المشتبهه دي فيها شنو يا اخوانا؟ الحالات المشتبهه دي برضه احنا نعرف، الحالات المشتبهه هي حاله ظهرت عليها اعراض، والحالات المشتبهه هي برضه اللي هم الناس اللي بيكونوا مخالطين لحالات مؤكده، دي الحالات المشتبهه لحد هسه. هل بنملك مستشفيات ممكن نجهزها في حالة الصعوبة القصوى، وده في سبيل التوقعات بالنسبة لأنه ما قادرين يفحصوا إلا اللي عندهم المرض؟ أفتكر هسه إذا قصدك بالمستشفيات هي مراكز العزل، أفتكر هسه في جبرة والخرطوم وفي مراكز عزل تانية قاعد تجهز أعتقد، إذا صح أنا لازم أوري إخواني إنه أنا ما شغالة في الوزارة كويس، أنا بس كنت متطوعة معاهم، فدي المعلومات الآن لحد هسه عارفها. فالحيرود لازم يكون زول من الوزارة يوري بالضبط الوضع هسه هو شنو. دكتور محمد الرشيد، هل ممكن بعد فترة قصيرة نصل لمرحلة الهيرد اميونيتي عدم استجابة المواطن وعدم الجدية؟ طيب موضوع الهيرد اميونيتي ده يا محمد، احنا خلونا نتفق انه الفيروس ده جديد، ما عندنا عنه معلومات كثيرة. الموديل اللي قال انه داير يعمل الهيرد اميونيتي هو كان بريطانيا، وبريطانيا حصدت أرواح كثيرة شديد بسبب إن هم ما قفلوا وقالوا هنعتمد على الهيرد اميونيتي، وفي النهاية رجعوا برضه لقصة إنهم عملوا لوك داون، يعني رجعوا في النهاية نفس القصة دي. فكرة السويد برضه ما قفلت البلد وماشية بموضوع الهيرد اميونيتي، لكن برضه حصدت أرواح كثيرة، فبالتالي نحن برضه لازم نكون واعيين لأنه يا إخوان نحن الفيروس ده جديد، ما عندنا عنه معلومات كثيره، يعني حتى الدراسات المعموله لحد هسه تعتبر كثيره مقارنه بالزمن القصير ده، لكن برضو ما في يعني زي ما بيقولوا فايندينج سوليد اقول والله اي حيحصل هيرد اميونيتي. المعروف في اي وباء انه هو بياخد فترته والكيرف بتاعه بيطلع وبيجي نازل كويس، يا اما بيحصل هيرد اميونيتي يا اما الفيروس ذاته بتبدا تحصل له ميوتيشنز وبيبقى less virulent، بيبقى هو ما اللي هو ده مثلا حصل في الاسبانيش انفلونزا اللي هي الفلو العاديه دي كويس، هي زمان حصل ارواح كثيره، لكن مع الزمن الناس الفيروس بقى ما قاتل زي القصه دي. محمد خالد، افتكر نفسي سؤال دكتور محمد الرشيد صح؟ أستاذ أبو بكر، رقم الوفيات 221 ضغط عالي، هل ممكن يتعمل رقم لكل محافظة على أو كل ولاية على الأقل؟ طبعا هي ممكن تتعمل،
لكن طبعا ده بيجي انه كل ولاية امكانياتها الريسورسز بتاعتها هي غير الشيء. محمد حمد بشير، ما عندي فكرة والله، ما عندي فكرة بصراحة. أنا عارفة إنه في لابات جديدة أضيفت للامستاك، لكن ما عارفة هم كم حقيقة. فعلا يا ريم، يمكن دكتور مهند عبد الرحيم كان بيتكلم عن موضوع المستشفيات وتجهيزها. القصة بتاعت المستشفيات دي طبعا نحن محتاجين نعرف انه يمكن كان في مبادرات كثيرة انه نعرف شنو الأسباب الحاصلة هسه حاليا انه فعلا المستشفيات، وانه فعلا الحاصل هسه انه الناس بدأت بدينا نفقد ناس بسبب أمراض تانية ما كوفيد. هل المشكلة في موضوع المستشفيات ده انه ما في موارد، ولا هل المشكلة إنه الأطباء ما موفر لهم كل الحاجات، ما بس يعني كلبسات حماية وك بي بي اي بيرسونال بروتكتيف ايكويبمنتس ماسكس وجلوفز، برضو هل الأطباء ذاتهم هل هم، لأنه جينا إنه مثلا بتذكر كنا نتناقش في الحاجة دي إنه في جزء كبير من الناس كانوا بيقولوا لهم اعزلوا نفسكم، ففقدنا ناس كتار شديد بانه كانوا هم عازلين نفسهم، في حين انه لما تعمل للناس دي اسسمنت انه هم هل فعلا مخالطين او هل هم عرضه في انه هم ياخذوا المرض، تلقى انه هم ما كانوا مرضى. فبالتالي لازم يكون في بروتوكول واضح، لانه اي دكتور هو متان يعزل نفسه او متان يحجر نفسه اذا حصل شيء، لازم يكون في بروتوكول واضح للحادثه. لازم نعرف اسباب انه الدكاتره ما قاعدين يشتغلوا شيء، هل البيئه بتاعت العمل الامكانيات اللي قاعده ضعيفه، شنو المشاكل، شنو اللي بتخلي انه يحصل انه المستشفيات تقفل، انه الناس ما قادره تشتغل. طيب طيب يا مهند، انا شخصيا ما يعني ده رايي شخصي كويس، ما حاسه انه الحصر حيستمر فترة طويلة في السودان بسبب كل الحاجات اللي قلتها دي، لأنه نحن في النهاية اقتصاديا ما حنقدر نتحمل الحاجة دي، وبلد بيعتمد أكتر حاجة على يعني الناس كلها ماشية بالسمول بيزنسز بتاعتها. أوكي، مهما قدرنا إنه نحن نوفر للناس ونعمل ونسوي، في النهاية الحاجة ما حنقدر نستمر لفترة طويلة. لازم يحصل، إذا حصل رفع للحظر لازم نكون مستعدين، لانه لما نترفع الحظر حنعمل شنو؟ لازم يكون في استراتيجيات مخطوطه. مثلا فور اكزامبل، يبقى لبس الماسكات مانداتوري لكل الناس، حتى ما الا تكون الماسكات اللي عندنا تحت الماسكس بتاعتنا حقت المستشفيات دي، الناس تتعرف على انه في ماسكس ممكن تتعمل من الهدوم اللي هي الكلوز ماسك، كويس يوروهم، يعني يحصل هسه اويرنس، لانه الناس بعد لو ترفع الحظر المفروض يعملوا ماسك ويعملوها كيف وطرق استعمال الماسك كيف. دي واحدة من الحاجات. الحاجة الثانية مثلا برضو الفيزيكال ديستانسينج، تبقى الحتة بتاعت التباعد الجسدي دي يحصل لها اويرنس اكبر من كده، ويتخذ لها استراتيجيات عديدة اللي هي بالذات في الأماكن بتاعت الازدحام، زي مثلا صفوف العيش، زي المواصلات. لازم تكون في خطة معينة لأنه إحنا كيف هنقدر نعمل فيزيكال ديستانسينج في المناطق دي، والتعقيم في المناطق دي، والديسانفكشن. فبالتالي ودي حاجة. الحاجة الثالثة إنه حتى قطاعات العمل العامة والخاصة يتخذ لها بروتوكولات في انه هي كيف حتقدر تواجه، كيف حتتعامل بعد ما يتفك الحظر. لازم نخلي القصه بتاعت انه الاجتماعات ما تفوت عدد معين من الناس، القوى العامله نخليها تكون اقل قوة عامله، وزي اللي كان حاصل في الفتره اللي فاتت، مثلا كانوا الناس بتمشي ايام معينه في الاسبوع، قللوا عدد القوى العامله وكده. فبالتالي لازم نكون جاهزين باستراتيجيات معينة لو الحظر ده ما قدر نستحمله أكثر من كده. ما نافع، ما هل في أي خطة أو إيجاد حلول أخرى؟ نفس تقريبا ردية ملاذ لدكتور مهند، إنه يا هو إنه لازم نكون مستعدين للحاجة دي. زي ما قلت لك تجربة مثلا تايوان، ما كان في ما اعتمدوا على إنهم هم قفلوا البلد، ما قفلوا البلد،
بس هم كانوا بيتبعوا المخالطين، حجروا الناس، عزلوا الحالات كده. كانوا بيلبسوا ماسك، التزموا بالفيزيكال ديستانسينج. يعني هو كان في، يعني كان في دول ما عملت لوك داون. معظم دول شرق آسيا على فكرة، ساوث كوريا، تايوان، أعتقد كم دولة ما عملت لوك داون، لكن لانه هم الانفراستراكشر والشعب كان يعني ساعدوا والتزموا بالحياه اللي قالوها لهم، فعشان كده قدروا انهم هم تسرفايف من غير ما يعملوا لوك داون. طيب يا دكتوره ندى، شكرا على السؤال على موضوع التوعيه. التوعيه انا بالنسبه لي المفروض نحن نعمل زي نوع من الابديت لموضوع التوعيه ده. يعني هسه احنا مثلا التوعية فعلا احنا كل مركزة اكثر على الجوانب اللي هي غسيل اليدين، دي حاجة مهمة طبعا، والتعقيم والنظافة، وبرضه مركزة على موضوع انه التباعد والفيزيكال ديستانسينج وكده. لكن احنا برضه المفروض نعمل حبة ابديت للمسجات بتاعت التوعية حقتنا دي. معنى شنو؟ انه هسه نحن المفروض نعرف الناس انه المرض ده شكله كيف، المرض ده اصلا منو هي الفئات اللي ممكن يكون هي الفئات الخطر اللي احنا لازم نحميها من انها هي ما يصل المرض مثلا. كويس. نعرف الناس انه هو الاعراض شنو، الزول يعمل شنو، يعني شنو، نركز اكثر على الرسائل بتاعت الحجر والعزل هي شنو، والحجر المنزلي، لانه هسه في حكومات كثيره. يعني الاردن مثلا دخلت في الموقع بتاعهم الويب سايت حقهم متكلم، لانهم هم برضه ركزوا في موضوع الحجر المنزلي، فكان معظم الشعب ملكوه الرساله بتاعت هو شنو الحجر المنزلي. فبالتالي لازم يحصل ابديت شويه بس للمسجز حقتنا بتاعت التوعيه. والله دكتور محمد لسه دائما في امل. ممكن على فكره، ممكن نحن في امكانيه ان نوقف الانتشار، في امكانيه اذا اخذت اجراءات صارمه واخذ وتعمل حياه صارمه، بالذات في الولايات، لأن الولايات لسه هي في البدايات. فممكن نحمي الولايات اللي ما وصلها انه ما يصلها، والولايات اللي لسه في بدايتها انه نوقفه، بانه نحن ناخذ استراتيجيات صارمه زي الحاجه اللي احنا كنا بنتكلم عنها دي. يكون في تتبع جادي للمخالطين، يكون في امكانيه انه اتليست نعمل المسح النشط في الاماكن الظاهر لنا فيها انه في عدد حالات كبير. دي على الاقل بتخلينا نكفل الاماكن الواضح انه فيها عدد حالات كبير، نكفلها كويس لحد ما يحصل لحد ما الحالات يحصل لها دروب وهكذا. فبالتالي في امكانيه ان نوقف الانتشار، بس لازم تتخطى يعني قوانين صارمه عشان الحاجه تتعمل. والجهات اللي احنا اللي بتخش معاها وزاره الصحه او الجهات الصحيه تكولابريت معاها لازم تكون برضو ملتزمه جدا في انها هي تنفذ الاستراتيجيات دي. الأسباب في عدم نجاح الحصر قاعدين للناس، لكن احنا كشعب ممكن نعمل شنو؟ احنا كشعب ما نهرب يا ندى، احنا كشعب ما نهرب، احنا كشعب ما نكسر ال 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 الاستراتيجيات اللي بتقول لنا الدولة. احنا كشعب نلتزم، احنا كشعب ندرك الخطر اللي احنا فيه، احنا كشعب نكون مسؤولين عن نفسنا، ونكون مسؤولين عن انه لو شفنا زول بيعمل حاجه غلط نحن نوقفه. فنحن كشعب لو التزمنا، ما يعني لو احنا التزمنا حيهرب منه، لو احنا التزمنا حيهرب منه. فده دي المشكله هنا، انه مهما نقول في النهايه الشعب لازم هو برضه يلتزم. مكلفه جدا، مش افضل الحجر المنزلي فعلا، وطريقة التعامل مع ده عشان نحفظ المستشفيات وإمكانيات وزارة وخلافه. كلام ممتاز جدا يا دكتور اسماء فريجون، كلام ممتاز جدا فعلا. هو ده دي من الحياة اللي هسه احنا كنا بنتكلم عنها، انه لازم يكون في توعية بالحجر المنزلي. اللي هسه انا كنت بتكلم عن الدكتورة انه المسج لازم يحصل لها ابديت بتاعتنا حقت الميديا، انه نوري الناس هو امكانيات الاعراض، انه ممكن نتعامل معاها كيف، شكل الاعراض شنو، ما اي زول حيجي كورونا حيموت. يعني دي حاجة احنا كلنا لازم نكون عارفينها، شكل الاعراض شنو، ولازم نعرف انه هو منو حالته بالضبط، حاله سيفير عشان هو يمشي المستشفى. وده النظام اللي هسه ماشي بيه،
يوكي ما من جد ما، لانه الهيلث سيستم خلاص بقى ما قادر يستحمل. هم طوالي وقفوا قالوا اي شخص اعراضه خفيفه يقعد في البيت ويحجر نفسه، وعارف هو الرسائل اللي في البيت هي شنو. لكن اي شخص اعراضه حرجه هم وروا يعني شنو اعراض حرجه، يقول الناس اللي بيكونوا ما قادرين. لكن برضو المثال بتاع يوكي انا ما بقدر اعتمده هنا، لان انا في النهايه يوكي عندها اسعاف بيصل الزور في اقل من 5 دقائق. هل انا الحياه دي عندي هنا ولا لا؟ فبالتالي لازم يكون انا انا هادي الناس التزامات بالحجر المنزلي. لكن لو في زول اضطر انا لازم يكون عندي استراتيجيه اقدر اصل بيها الناس انا مدياهم اجراءات الحجر المنزلي دي، عشان لو اي زول حصل له اي مشكله بتاعت ضيق نفس ولا كده اقدر احصله سريع. ليه الفحص بيتم الا بالخرطوم؟ هل في امكانيات؟ انا عارفاه انه هسه في فحص في الجزيره، في مركز فحص في الجزيره. ايوه في معمل في البرسوان. ايوه اوكي شكرا يا دكتوره هند. اليوم معظم المعامل معطله. باشمهندس كمال عمر، والله انا ما عندي فكره، ما عارفه اذا الليله فعلا المعامل معطله ولا لا. لكن هي ممكن تكون ما معطله، لكن ممكن يكون مثلا في دارين يعملوا مثلا جوله بتاعه تعقيم او كده. طيب الأجهزة الكشف بتاع الكورونا، طبعا احنا حسب الحاجة اللي انا بعرفها انه طبعا احنا عندنا ما يسمى بالبي سي ار، ده الجهاز اللي هسه الناس بتستعمله في انه تفحص الكورونا. الجهاز طبعا جهاز مكلف جدا، واحنا يعني ما عندنا في لابات كثيرة في اماكن محدودة، لكن هسه بدأت تزيد عدد اللابات الداخلة في الفحص. فبدينا هسه زدنا، افتكر لحظة بس. فبدينا هسه زدنا عدد اللابات، افتكر هسه زي ما قالوا زملائي في بورسودان وفي الجزيرة وفي الخرطوم، في أكثر من معمل بدوا يزيدوا. طيب المعقمات والكمامات، المعقمات افتكر كان في حملات كثيرة طلعت وفروا فيها معقمات كمية، بالذات للناس في الأماكن اللي كان فيها تجمع كبير من الناس في المواصلات وكده. دي كانت حملات على مستوى الشعب، يعني كلها اجتهادات شخصية من المنظمات بتاعة المجتمع. عشان توفر معقمات بالكم ده كله والكمامات للناس كلها، أفتكر دي حاجة دايرة ريسورسز كبيرة ودايرة صرف كبير. ولو إنه طبعاً فعلا من الاستراتيجيات اللي اخذتها دول كثيره زي تايوان مثلا، اعتمدت على موضوع الكمامات وعلى التعقيم والاسترايزيشن والديسانفكشن. بالضبط بالضبط يا ناس. والله يا دكتورة رجع، عشان كده نحن بنقول انه التعاون مع الجهات الأمنية أو القوات النظامية مهم، لأنها هي اللي بتعمل لنا اللو انفورسمنت. لأن كده هي مهمة معانا، عشان نحن نعمل الاستراتيجية دي وتتنفذ لازم تكون موجودة معانا القوات النظامية، لأنه هي اللي بتنفذ القانون. فبالتالي هي اللي بتقدر تفرض لي إنه يكون في عقوبات رادعة ولا لا. فهو كلامك فعلا حقيقي، لأنه لو ما في عقوبات رادعة ده الحقيقي حاصل طوال. طيب يا دكتورة آمنة، التزم بشنو كسلامة؟ التزم بأنه يلبس الكمامة، التزم بالتباعد الجسدي بينه وبين الناس عموما في محيطه كويس، التزم بالتعقيم، نظافة اليدين دي أهم حاجة. دي الحياة الهسة ممكن هو يلتزم بيها على أساس إنه كسلامته وكسلامتكم أنتم برضه. دكتور محمد بشير، في الاستجابة والتصدي. المشكلة الحقيقية أنا شايفاها coordination و
to be honest, و management of resources و leadership. دي المشكلة الحقيقية أنا شايفها. طيب يا إخواننا، أنا أنه كده تميت ساعة خلاص في زمني. حابة أشكركم كثير على إنكم استمعتوا لنا، وحابة أقول لكم إنه إن شاء الله يكون يعني الناس تطلع من اللايف ده بحاجة مفيدة، تطلع منه بأفكار. يعني حتى لو قفلت هسه الناس لسه تكون، انا دايما الناس تو انتراكت في ديسكشن انه طيب نحن ممكن نعمل هسه شنو، ممكن نستفيد من التجارب اللي قلناها هسه دي. وشكرا لكم كثير على الانتراكشن وعلى سماعكم لي، وان شاء الله لقدام بإذن الله يكون احسن والغمه دي تنساح باذن الله. شكرا.